لما بتوقف قدام قصي قصي بهيك نوعيه من الادوار بيكون عن جد مستفز، يعني هو ببروده مستفز. ايه. لواحد عصبي مثل الضابط غسان كان يستفزك عن جد بروده لقصي حتى يطلع منك هالكميه؟ اي طبعا طبعا طبعا، يعني استفزني كثير 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 استفزني طبعا، ولا ضربه صح مو تفكر انه اكيد بس عن جد في لحظات كثير استفزني فيها. وفي لحظات صارت ما كنا متفقين، يعني في لحظات صارت ما كنا متفقين انه نعمل هيك. يعني لانه مثل شو مثل شو زك اللي مثل اي لقطه يعني في لحظه ارتجل هو، انا كنت عم بخنقه، ففجاه هو مسك لي ايدي هيك وشدني هو لعنده، فانا قلت ما بيصير هو يشد غسان فنطحته مثلا. ايه مزبوط مثلا، هاي كانت هاي كان متفقين عليها. ما كنا متفقين عليها. كثير حلو. قديش محفز الشغل مع ناس عن جد بروفيشنال وبيرفعوا لك ادائك؟ والله طبعا محفز، وخاصه يعني قصي الملفت للنظر انه لحد هلا بحب، يعني ساته منشغل، يعني ما راح باتجاه انه يلا تعال اعمل اي شيء بالعالم، لا يعني قعدنا استمتعنا. حسيت قلت هذيك المره حسيت انا وياه حالنا هيك بالاستديو بالمعهد، لساتنا عم نشتغل عم نعمل تفاصيل جديده. انتوا كنتوا بنفس الدفعه؟ لا مو بنفس الدفعه. لا هو اكبر مني بدفعتين. اوكي. قصي كبرته لقصي. اوكي. لا قد بعض بس هو اكبر مني بدفعتين. شو دخل؟ اوكي. بس الفضاء الصحي عن جد بخليك تعمل بالحب فن. حلو. اي والله. طيب يعني هلا في جزء ثاني للوسم، وانت حكيت بمجمل حديثك يعني شكله في جزء ثالث ورابع وخامس. لا قلت اذا بده يصير. اذا بده يصير. اذا بده. ليش عم تحسس؟ لا لانه احمد هلا بيذبحنا اذا حكيت. انا لازم انا لازم احقق معك مدرسه. ليش عم تحسسني؟ انت صورت بجزء اول جزء ثاني؟ صورت بجزء اول ما بعرف، خفت منك ما عاد اعرف شو بدي اقول. ان شاء الله يكون في جزء ثاني، لانه يعني واضح ان المسلسل رح يلاقي نجاح واستحسان عند العالم مثل الجزء الاول. بس كمان انا بدي اعرف انت شو عم بتحضر، شغلات جديده، شو عم تقرا، وين رايح، شو عامل؟ والله هلا في اكثر من شغله عم محتار بيناتهم، والمشكله انه في كم شغله بدهم يغيروا. هات لا شو في يلا، ها شو بيغيروا المسارات، بيغيروا لي مساري، يعني ما بعرف شو بدي اعمل. قول. في عندي تجربه لعلاقه بالاكتنج كوتش. اوكي. انه اعمل اكتنج كوتش. اوكي. وانا ما كثير حابب يعني اطرح حالي هيك اكتنج كوتش، انا مع اني لانه درست كثير ومليت من التدريس وهيك، ما حابب هاي التجربه. لا بالعكس، عم فكر فيها. مليت من الدراسه. عم فكر فيها. اوكي. انا بضل احس انه انا ممثل، انا بلاقي حالي بس كممثل. اوكي. يعني انا اخرجت مسرح واخرجت تلفزيون، كنت غار من الممثلين، انا بدي اكون محلهم. عرفت؟ بيطلع لك لانه موهبه حلوه كمان. انا هيك. ف وفي هيك شيء له علاقه بالتمثيل ممكن نفكر فيه. المشكله هلا يا صبحي الكل بس يحكوا معك بيقول لك لا تحكي. طب انا احكي ولا ما احكي؟ لا ما يعني بس لما مثلا معروض عليك مسلسل بيور سوري، معروض عليك شيء مشترك. في مسلسل بيور سوري. اوكي. في مسلسل مشترك بدي اشتغل فيه اكتنج كوتش. اوكي. وفي يمكن يكون في مشروع، يعني لساتني هيك خايف اني اخرج انا عمل تلفزيوني، بس هذا كثير مخوفني وما بعرف شو حسي. بكل الاحوال يعني بعرف قديش هيدا يعني شغله الوسط انه ما بتقدر تحكي صعبه، بس هلا من زمان كنا نحكي، بس هلا كله بيقول لك هلا كلياته بكره بيصير عنا اول خبر بيصير عنا. والله انا بدك ترد على الشاهد بالاخير. حسيت بكل الاحوال عن جد كفاح، شرفتنا ونورتنا، اتمنى لك كل التوفيق بالجزء الثاني، ونشوف شو رح يطلع مع الضابط غسان. يا رب يا رب ان شاء الله هيك بالتوفيق، وشكرا لك. شكرا جزيلا. شكرا انك علمتني احكي بسرعه. شكرا لكل التفاصيل الحلوه بهذا اللقاء. اهلا وسهلا.